بسم الله الرحمن الرحيم. نشين ممثلين الهلال الأحمر المغربي فرع الناظور نوست نشاش كيجن الحملة دي جماعة بنيوكيل نوست سجن الطاقم متكون 29 فرد متطوع نوست نساهم في إنجاح هذه الحملة التضامنية الطبية ونتمنى أتعدو كيجن الجو جيد والحمد لله دائما الهلال الأحمر المغربي فرع الناظور يتساهم ذات تصل الحملة طبية وقوافل إنسانية للمساهمة منه يفك العزلة عن سكان المدار القروي بصفة عامة. الرحمن الرحيم وزيار رحموني رئيسة الجمعية النساء بنيوكيل العرول للتنمية الاجتماعية نهار قنظم جن قافلة طبية بمساعدة الوزارة الصحة المندوب الإقليمي الناظور وزارة الصحة يمشى نغدي طبيب الدنكين غير طبيب طبيب السكر طبيب النور طبيب الجلد طبيب طبيب العيون طبيب المهم كلشي الاطباء وزين لفائدة السكينة بنيوكيل جامعة بنيوكيل وتشكر السلطة كاين غير بالدن تشكر الهلال الاحمر كاين غير بالدن الانتسام كاين غير بالدكينة تشكر كل من ساهم كاين غير بدن ديما ناوية وشكرا. دكتورة نادية البوطي مديرة المستشفى محمد السادس العروي اليوم احنا كنساهموا في هذه القافلة المتعددة الاختصاصات لفائدة ساكنة جماعة بنيوكيل والدور ديالنا هو تقديم وتقريب الخدمات الطبية للمستفيدين وكنتمناو لها لهذه القافلة النجاح. بهذه المناسبة كنتقدم بالشكر لجمعية نساء بنيوكيل والأطباء المشاركين في القافلة والطاقم الهلال الأحمر المغربي على المجهودات المبذولة لنجاح هذه القافلة. العدد دابا حاليا كيفوت 622. قول جميع تقريبا جميع التخصصات كاين الطب طب القلب والشرايين كاين اختصاصية في الجلد كاين اختصاصيه في امراض السكري والغدد كاين اختصاصيه في الامراض التعفنيه كاين اطباء عامون كاين اختصاصي في طب الاسنان كاين اختصاصي في امراض الولاده كاين اختصاصي في امراض العظام والمفاصل. كيفاش كتعاملوا مع الحالات اللي كتزوركم واش كتلقاو شي حاله خطيره واش كاين شي كاين حالات مزمنه وكاين حالات حاده كان اللي كندويوهم وكيمشيو بحالاتهم كاين اللي كنعطيوهم كنوريوهم شنو الطريق اللي يتبعوا اللي كنبداو لهم بالادويه كندويوهم دابا وكيكملوا في المستشفى ديال المستشفى محمد السادس العروي والمستشفى الحسني.